أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ما يمكنش من الربيع العربي اللي تيقول لك الربيع العربي والبناء العشوائي، راه ما كاين لا عشوائي لا والو. جماعة مولاي عبد الله كامل عشوائي. كلشي عشوائي. عطوا لي شي بلاصة. دابا غنطلب الضوء والماء. ما عنديش الضوء والماء هنايا. ومن هاد الناس منين نزلوا في الانتخابات باش وعدوكم؟ وعدوا ولا نعطيوهم بالضوء، احنا نهزوا الورقة عليهم وما يعطيونا الضوء والماء، ما يعطيوناش الضوء والماء. وعندي أنا خمسة دريات يقراو كيقراو في المدرسة، والله سيدي ما كاين الضوء. بالله اللي شانو عضين. عندو في الدار؟ لا. شنو كطالبين من هاد المسؤولين؟ المودة. ولما كتوجه الرسالة؟ الملك. قول. المسؤولين الجماعة. مسؤولين. عندك بابا المودة وفي الدار؟ لا. لا أمك مريضة قولي. ماما مريضة ما عندناش ما. ممكن نوجهوا الكلام ديالنا لصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره ويطول لنا اليوم في عمره، بأن هاد الناس راه ما داروا معنا حتى شي حاجة. انتخابات كيجيو يدقوا علينا وكيقول لك هز الورقة ديالنا غنعطيكم المودو، ما كاين لا ما لا ضوء لا مراقبة لا حتى شي حاجة. حنا اليوم عندي بنتي أزماتي كتقرا، كندير لها الشمعة كتخنق شحال من خطرة وخطرة، كنهزها ليرجونس مع جوج الليل لوحدة الليل دائما. هاد الناس كيواجهونا ويقولوا لنا شي كلمة، راه ما كاين فين ما كنجيو عند الرئيس ما كاينش، غايب لسويسرا. هاد الرئيس ديما غايب عند سويسرا، علاش حط النهار الاول الرحال ديالو في الجامعه ديالنا؟ الا ما كانش هاد السيد قادر بالمسؤوليه ديال البلاد ويقاد البلاد ويصوب البلاد، يا خوي واحد فين غادي يصوب البلاد ويقاد البلاد؟ علاش الدفاع الحسن الجديد اللي خرج من جماعه مولاي عبد الله كيعطيهم كيمولهم 800 مليون اللي عطاهم مول مولاي عبد الله هو الاول. جات شركة هنا عطاها الضو من السلوكة على حسابنا حنا نخلصو. إذا فين هو هاد المسؤولين؟ مسؤولين اللي جا كيصوب راسو هنا في الجماعة وحدة خارت الموضة، وجينا هنا باش عند الرئيس حيدوا ليها حيدوا ليها، ودابا راه ردوا ليها بناس من ورانا عشوائية، واللي قال شي حاجة يخرجوا يشوفوا قلبه. كاين الناس اللي خدامين في الجماعة بناو عذاب هاد الأيام، أعضاء هنا في الجامعة اليوم راهم أخذوا الموضوع مدون به القهاوي، مدور فيه الديور، مدون به كل أي حاجة، ديبوات وكل شيء، والديور مساكن الدراري كيموتوا كيتخنقوا. المرأة في ملاعبة هنا تحرقت في الشمعة. حنا بعدا أول حاجة كنشكروا هاد الناس اللي مساندينا، وحنا بنوضح لكم باللي حنا راه لسنا أحزاب سياسية أو انتخابية. حنا هادشي علاش جينا، حنا باغي الموضوع وشهادات السكنة. لحد الآن أنا كنتحدى أي مسؤول يضرب المغرب ويجي يدخل عندنا ما غيقدرش ما غيقدرش. علاش كل هذا المغ من راس ديال الدرب إلى آخر المطاف، من راس ديال الدرب إلى آخر المطاف في الهضور. وكنتحدى أنا أي واحد، واللي بغى يمشي معايا دابا يشوف هاد الدراري من كيشربوا من كيشربوا المخير، غادي يطلق الدلو في البير، غادي يجبد معاه عدم، يجيب معاه كارسون، يجبد معاه توب. واش هاد المسؤولين زعما ما بقاش فيهم؟ حنا منين جينا؟ حنا مواطنين عاديين دراوش نادر، ما باغيين والو. حنا بغينا حنا الماء والضو وشهاده السكنه. الا ما كانش من حقنا يقولوا لنا راكم ماشي من حقكم نعرفوا واش من باب غندقوا. حنا هادشي اللي بغينا. حنا جينا شحال مره، جينا المره الاولى دقنا على الرئيس ما كاينش اللي كيستجيب، جينا المره الثانيه المره الثالثه، دابا درنا حاليا دابا هي الوقفه الثانيه. فينا وحنا هاد الرئيس بغينا نعرفوا واش هادشي من حقنا ولا ماشي من حقنا.